مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده ومتجدده دائما وابدا من برنامج Muscles Rebuilding. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما يخص رياضه كمال الاجسام، وهذه الرياضه الجميله حقيقه اللي اتجه لها اغلب الشباب بالفتره الاخيره وانتشرت انتشار واسع في دولتنا الحبيبه الكويت. اليوم بنتكلم عن تمرين البايسبس لكن بالبار الحر، شلون طريقة تمرينه والابتعاد عن الأخطاء الشائعة في هذا التمرين. كل هذا وأكثر راح تعرفون عليه من خلال حلقة اليوم مع الكابتن عبد الله الصراف. خلكم ويانا لا تروحوا من بعيد. يا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، يعطيكم العافية. حلقة جديدة وتمرين جديد، تمرين البايسبس. تكلمنا في حلقة سابقة عن تمرين البايسبس باستعمال الدامبلز. طبعا ليش تكلمنا عن الدامبلز؟ لأنه هو التمرين المشهور في العضلة هذه، واليوم عندنا تمرين البايسبس في البار. تكلمنا بعد في الحلقة السابقة وقلنا أن عضلة البايسبس هي اسمها بايسبس لأنها هي عبارة عن رأسين، يسمونها العضلة ذات الرأسين، مقسومة حق قسمين، قسم خارجي وقسم داخلي. شلون أدرب العضلة اللي عندي بالطريقة اللي يناسبها؟ لازم أعرف أول شيء نقاط الضعف، أو المدرب يقول لك شنو نقاط الضعف اللي عندك بالعضلة، وعلى أساس نقاط الضعف هذه أنت تقدر تحدد طريقة التمرين مالتك. تكلمنا عن المسكة الواسعة، المسكة المنتصف، المسكة الضيجة. نبي نطبق نفس اللي سويناه على الدامبل ولكن باستخدام البار. شلون طريقة التمرين بالبار؟ أول شيء نفس ما قلنا أنه عضلة البايسبس تعتبر عضلة صغيرة، فالجولات والتمرين فيها راح يكون من 8 إلى 9 جولات، يعني من تمرينين ب4 جولات إلى 3 تمارين و3 جولات. الحين هذا البار مثل ما تشوفونه، هذه المسكة الواسعة، وهذه المسكة المنتصف، وهذه المسكة الضيجة. المسكة الواسعة لما تكون إيدي وراحة إيدي بعيدة عن جسمي، المسكة المنتصف لما تكون راحة إيدي وذراعاتي في مستوى الكتف، المسكة الضيجة لما تكون راحة إيدي وذراعاتي في داخل مستوى الكتف. شنو ألعب كابتن؟ ألعب ضيج، ألعب واسع، ألعب نص، ألعبهم ثلاثتهم، يعتمد على شكل عضلتك. المسكة الواسعة راح تستهدف عضلة البايسبس من الداخل. عضلة البايسبس من الداخل هي المنطقة هذه. المسكة الضيجة راح تستهدف عضلة البايسبس من قدام، أو يعطيني بروز أكثر شيء في عضلة البايسبس. المسكة الضيجة راح تستهدف لي عضلة الباي من الخارج. مثال الحين، أول شيء راح نبتدي في عملية التسخين وبعدين راح ندش في التمارين. كتسخين، هل أسخن واسع، ضيج، وسط؟ المسكة ما في أي مشكلة، تستعمل أي مسكة فيهم. أهم شيء عندي في عملية التسخين نفس ما ذكرنا ونكرر مرة ثانية، أن أهم شيء أوصل أكبر كمية دم حق العضلة، فهذه المسكة في المنتصف أنا أقدر أن أنا أسخن فيها. طبعاً لازم تكون ذراعاتي ثابتة، واللي يتحرك بس اللي هو الساعد. هذا تسخين الجولة الأولى، بندش الحين نسخن الجولة الثانية، بعدين راح ندش على التمارين. الراحة بين الجولات لازم تكون تقريبا في محاري الدقيقة، أكثر شوي أقل شوي. تلعب بالتليفون تريح 10 دقائق، ربع ساعة بين جولة وجولة ما راح تستفيد شيء. حاول تركز في التمرين وتريح دقيقة بين جولة وجولة علشان تستفيد من التمرين. شلون تكبر العضلة؟ شلون أقدر أبنيها غير التغذية وغير الراحة؟ بالتمرين عندي لازم استخدم اثقل وزن، العب عليه التكنيك صح. لا تشيل وزن ثقيل، في ناس او بعض الناس تشيل وزن ثقيل، حلو التحدي، ولكن وزن ثقيل وتلعب غلط او تحني جذعك قدام وايد، ترد جذعك قدام وايد، نفس الشيء اعيد واكرر،
في وايد محترفين يلعبون بطريقه معينه، لا تسوي نفسهم وهو عارف شنو قاعد يسوي. الطريقه الصحيحه كمبتدئ انك توقف الوقفه هذه وتحرك ايدك بالطريقه هذه، يكون الجذع ثابت والساعد يتحرك من المرفق. ممكن في عملية التسخين تسرع حركة إيدك شوية، لأن الغرض نفس ما قلنا هو ضخ الدم وإيصال الأكسجين حق العضلة. كذي نكون خلصنا عملية الإحماء أو التسخين حق عضلة البايسبس. نبتدي اول شيء، اول جوله واسع نفس ما قلت، واسع راح يستهدف العضله من الداخل. اذا انت عندك العضله من الداخل شكلها حلو وقصتها حلوه مع التراي، فهني انت ما له داعي تلعب التمرين الواسع عشان العضله من داخل. هني لما قاعد اقول لك اهميه التمارين شنو، ان انت لا تدش النادي اوكي عندي ثلاث تمارين باي، لا تلعب عشوائي، لازم تعرف تلعب حق شنو علشان تستفيد وعلشان انت تعرف شلون ترسم جسمك. هني حلاوة اللعبة هذه، إن أنا رايح النادي أنا حاط ببالي شنو أبي أسوي، شلون أبي أغير من شكل جسمي أو شنو الصورة اللي أنا أبي أوصل لها. أول شيء اللي عنده الباي الداخلي ضعيف راح تكون المسكة الواسعة بالطريقة هذه، راحت اليد للخارج والإيد للذراعات خارج الكتف بالطريقة هذه. كذي أنا قاعد أركز على عضلة البايسبس من الداخل. حركة سلبية اخذ هواء، حركه ايجابيه، لا تقط الوزن شباب، لا ترفع حيل قط الوزن هم ما راح تستفيد، لازم الحركه تكون كامله نفس ما تصعد نفس ما تنزل. هذا التمرين الواسع. نروح الحين حق التمرين منتصف البار. لما تمسك البار من المنتصف، هذا التمرين راح يشغل لك الجانبين من العضله وراح يعطي اكثر شيء بروز في العضله. اخر شيء راح نوريكم اياه اللي هو الضيج بعد التمرين هذا. هذا المنتصف، شلون العب من المنتصف؟ ذراعاتي على مستوى كتفي، راحت اليد الى الخارج بالطريقه هذه، ارفع الوزن وانزل. اخر شيء ضيعت العد والله، اخر جوله الحين راح نلعب اللي هو الضيج. اوكي شباب، الضيج نفس ما قلنا راح يكون حق البايسبس من الخارج. اذا عندك الباي ضعيف الخارجي او يعني تبي تعدل شكل الزند مالك من برا، راح تلعب التمرين الضيج بالطريقه هذه. من 8 عدات إلى 10 عدات، 4 جولات إذا كانوا تمرينين، 3 جولات إذا كانوا 3 تمارين، والراحة دقيقة بين جولة وجولة. كذي نكون خلصنا تمرين البايسبس باستخدام البار. نشوفكم على خير إن شاء الله، وإن شاء الله تستمتعون تمرينكم وتكونون استفدتوا. يعطيكم العافية.
بكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا وياكم لقفال حلقه اليوم، وان شاء الله تكونون استفدتوا من طريقه التمارين في البار الحر لعضله البايسبس. بكذي نوصل وياكم للختام، ان شاء الله نلتقي وياكم باكر في نفس الموعد. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل، وفي امان الله.